مطالبات جديدة بالنزوح، فلا تتوقف عمليات إجبار سكان غزة على النزوح جنوباً وغرباً وشرقاً. جيش الاحتلال نشر خرائط ومنشورات لمطالبة السكان بإخلاء أحياء في مدينة غزة والنزوح جنوباً نحو الوسط، ثم عاد وطالبهم بالتوجه غرباً. نزح الأهالي من أحياء الصبرة والرمال وتل الهواء والدرج. عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع فيه شهادات لأهالي القطاع حول موجات النزوح المتكررة والمستمرة، فماذا قالوا؟ نزوح من الشجاعية ومن الدرج ومن التفاح من كل المناطق الشرقية على مناطق الغرب، طلعوا الناس. الله العالم كيف، الله العالم العالم، حد يقولنا وين تروح هذا العالم يا الله، ولا حد حاسس فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يا ابو سليم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل اللي بيصير فينا. الحمد لله على السلامة. الناس اللي تأمر ارحل من الدرج على الصبرة، حاضر يا خواجه، واحنا على الصبرة، ارحلوا من الصبرة، بدنا نخش الصبرة، اطلعنا من الصبرة، حاضر يا خواجه، ارحلوا من الشمال روحوا على الغرب، حاضر يا خواجه، ارحلوا من الغرب روحوا على الشمال، اقدحوا لنا نووي وريحونا مثل القصة، اقدح نووي ومرة واحدة فرتكنا كل هيئتنا بحلقات بالحصير، الله يعز زي الخرفان، من منطقة لمنطقة، والطيارة فوقينا والطخ فوقينا والدبدب والرشوة، ارحمونا من شان الله، فين شو عاملين في حياتنا يا رب عشان يصير